تفضل. بالنسبة ليوم القيامة يعني فضيلتكم، يوم مقدره 50,000 سنة، يطوله الله على من يشاء ويخففه عن من يشاء أصحاب الجنة. يعني في بعض الأقاويل تقول كالصلاة المكتوبة أو بين الظهر والعصر، هل هذه الأقاويل صحيحة؟ والله الأقاويل كثيرة، لكن من أمثلها أن الله يخففه عن من يشاء ويطوله على من يشاء، وقد قال تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، لا تأتي عليهم القيلولة إلا وقد أخذوا منازلهم في الجنة بإذن الله. أسأل الله الكريم أن يرزقنا الفردوس الأعلى وإياكم رب، والسامع ولا سابقة عذاب وإياكم يا رب.